اهلا بكم من جديد في الان. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مؤتمر ميونخ للامن ينعقد هذا العام وسط تحديات ومخاطر متزايده ومتشعبه، من بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولي وتفشي مخاطر الارهاب والتطرف وتصاعد معدلات الجريمه المنظمه وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية وانهيار مؤسساتها بصورة باتت تزيد من تعقيد الأوضاع وخطورتها على مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها. أضاف الرئيس السيسي أيضا خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن أن أولويات الاتحاد الأفريقي لعام 2019 تهدف إلى دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة عبر التركيز على زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال إسراع بإدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ. في فقرة الآن نناقش كلمة الرئيس السيسي ونشاطه في مؤتمر ميونخ للأمن بالإضافة للقمة المصرية الألمانية التي عقدها الرئيس مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. يشاركنا النقاش في استوديو الآن ضيفنا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ أيمن وأهلا بكل السادة المشاهدين. خلينا في البداية نتكلم عن أهم حاجة في الموضوع كله وهو أهمية هذا المؤتمر الكبير اللي بيضم كل هؤلاء الزعماء ومشاركة مصر في هذا المؤتمر. يعني طبعا مؤتمر ميونخ للأمن هو من أهم المنصات في العالم كله للحوار والنقاش والتواصل حول قضايا الأمن، وهذا المؤتمر طوال تاريخه، هو هذا العام يكمل 55 عاما، طوال تاريخه كان بيخلق مساحات للحوار والتوافق في وسط الحرب الباردة اللي كانت بين الشرق والغرب بين حلف وارسو وحلف الأطلنطي. ما كان أحد يتصور أن يكون هناك حوار، لكن هذا المكان كان يجمع المختلفين من كل دول العالم ليطرحوا رؤيتهم للأمن والسلام في العالم. طبعا هذه أول مرة يشارك رئيس عربي في هذا المنتدى أو في هذا المؤتمر وهو الرئيس السيسي ويلقي كلمة في الجلسة الرئيسية أو في الجلسة الافتتاحية، هذا في غاية الأهمية. يضاف إلى ذلك أن النظرة الأوروبية والنظرة الدولية والنظرة الألمانية لدور مصر بات واضحا، أن مصر أصبحت هي قوة استقرار، هي محور استقرار منطقة الشرق الأوسط، بدون مصر لا يمكن أن يكون هناك استقرار، بل أن النظرة الأوروبية والألمانية تحديدا بتعتقد أن الاستقرار في مصر يشيع وينشر الاستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية. وبالتالي هناك مقولة تقال فيها حتى في بعض وسائل الإعلام الألمانية أن الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار. عندما تدعو المستشارة ميركل الشركات الألمانية للاستثمار في الاقتصاد المصري تدعوهم للاستثمار في الاستقرار، بمعنى عندما يكون هناك استقرار في مصر وفي المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا هذا سوف ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار والأمن في أوروبا. هذا من جانب النظرة الأوروبية لمصر. طبعا الرئيس السيسي في اعتقادي ألقى كلمة أولا مركزة للغاية، كلمة عميقة بشكل كبير جدا، وضع قال جمل أنا في اعتقادي جمل سحرية. يعني الجزء اللي حضرتك قالتيه في المقدمة أن في ثلاث عوامل ضاغطين على الدولة أو على مؤسسات الدولة الوطنية في كل دول العالم، وهو الصراعات أو النزاع الدولي، الخلافات الدولية، الإرهاب، الجريمة المنظمة. لو شفنا أول جملة الصراع الدولي اتكلم عنه الرئيس، احنا النهاردة لما نشوف دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بينسحبوا من اتفاقية الـ ANF أو اتفاقية الحظر الصواريخ المتوسطة المدى، ده بيعمل ضغط كبير جدا على كيفية تحقيق الأمن الجماعي. إذا كان العالم بيتجه نحو الأمن الجماعي والتوافق حول الأمن، إن الانسحاب من هذه الاتفاقية يخلق فراغا، وبالتالي قد يخلق مجال للسباق التسلح من جديد بين الشرق والغرب، وبالتالي قد يؤدي إلى حروب كارثية. هذا يشكل تحدي عندما يكون هناك نائب الرئيس الأمريكي في هذا المؤتمر ويدعو حلف الناتو لمزيد من دفع الأموال لحلف الناتو بما يزيد عن 2.5% من إنتاج دول الحلف، وده يصل إلى حوالي 350 مليار يورو من الدول. هذا ضغط كبير على الدولة الوطنية الأوروبية اللي هي جوه الاتحاد الأوروبي نفسه. لما نتكلم عن الإرهاب باعتباره إرهاب أصبح النهاردة عابر للحدود، النهاردة الإرهاب ما أصبحش إرهاب وطني أو موجود في دولة ما، لا، النهاردة الرئيس ترامب آخر تغريدة لي بالأمس بيتحدث عن مقاتلي داعش اللي تم أسرهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية وكيفية إعادتهم إلى الدول الأوروبية. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن أوروبا لما تنظر إلى مصر
بتنظر لتجربة مصر في التعامل مع العائدين من ساحات القتال الخارجية. احنا نجحنا بشكل كبير جدا في مكافحة العائدين من أفغانستان، عندنا رؤية للتعامل مع المقاتلين الموجودين في سوريا أو في العراق، وبالتالي كثير من الدول الأوروبية بتستلهم التجربة المصرية في التعامل مع العائدين من ساحات القتال. دكتور أيمن، ده بالنسبة لي أهمية مؤتمر ميونخ وانعقاد كل هؤلاء الرؤساء والزعماء والخبراء العسكريين والأمنيين. فيما يخص الرسائل اللي كانت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت كلمة موجزة سريعة لكن كانت بتحتوي على عدد مهم من النقاط. أهم هذه النقاط في رأيك؟ يعني أولا الرئيس تكلم على أكثر من نقطة. في البداية تكلم عن القضية الفلسطينية باعتبارها هي الأساس كل المشكلات في المنطقة العربية، والرئيس تكلم عن جملة أنا في اعتقادي في غاية الأهمية، قال إحنا محتاجين لحل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على يعني إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ليه لازم يكون حل عادل؟ لأن أحيانا في العلاقات الدولية وفي تاريخ الشعوب يكون طرف قوي وطرف ضعيف، فالطرف القوي بيفرض اتفاق على الطرف الضعيف، الطرف الضعيف لن يستمر ضعيفا إلى الأبد. هذه المقولة لها دلالة في اعتقادي في ألمانيا. ليه؟ لأن بعد الحرب العالمية الثانية الحلفاء المنتصرين على ألمانيا فرضوا عليها اتفاق يسمى اتفاق فرساي. اتفاق فرساي ده كان اتفاق ظالم جدا للألمان، وأخذ منهم بعض الأراضي وفرض عليهم حل غير عادل. كان إيه النتيجة؟ إن جاء هتلر بعد كده وأخذ اتفاق فرساي وبقى يروجه وحشد به الألمان للحرب العالمية الثانية اللي عملت كارثة أكبر من الحرب العالمية الأولى. ده معناها إن العالم محتاج لحلول عادلة. إذا كانت النهاردة إسرائيل والرئيس ترامب بيدعمها بشكل مطلق ومنحاز لها بشكل كامل وبيدافع عنها في مجلس الأمن، ما فيش أي قرار يصدر ضد إسرائيل في مجلس الأمن، وما فيش أي أفق سياسي للحل في القضية الفلسطينية، هذا خطر على الأمن، هذا خطر على السلام. إذا تم فرض أي قرار على الفلسطينيين دون رغبتهم أو دون رضاهم وقبله هذا الجيل الحالي، هذا لن يكون مدعاة للسلام في الجيل القادم. ده معنى كلام الرئيس هناك. احنا محتاجين حل عادل وسلام دائم يقوم على إحقاق الحقوق لأصحابها. ده رقم واحد. طيب الرسالة الثانية، الرئيس تكلم عن الإرهاب، إن ضرورة أن يكون هناك رؤية متكاملة لمكافحة الإرهاب. مصر نظرتها للإرهاب مش الفعل الإرهابي، مش الأكشن الإرهابي، مش إن حد يعمل يعني فجر قنبلة. الإرهاب بيبدأ بالفكرة، الفكرة الخاطئة، لأن من يحمل فكرة خاطئة هو يعني يحملها قبل البندقية قبل الرصاص. يمكن كان في جلسات متعلقة بمسألة الفكر دي، الوزير سامح شكري كان مشارك في جلسة ليها علاقة بالفكر المتطرف، كان اسمها حتى الجهاد بعد الخلافة. صحيح. لأن الرئيس كمان أشار له نقطة أن مصر كانت من أوائل الدول، والرئيس السيسي تحديدا هو أول رئيس عربي وربما أول رئيس في العالم الإسلامي يدعو إلى نوع من المصححة أو نوع من تصحيح الخطاب المغلوط والأفكار المتطرفة. ده سابقة. فمصر بتقول أن الإرهاب مجموعة من الخطوات، يبدأ بالفكرة الخاطئة يمر بعد كده التمويل، عشان كده الرئيس تكلم عن تمويل العمليات الإرهابية والدول اللي بتمول الإرهابيين وصولا للفعل الإرهابي ودعم والتواصل مع الدول حول المعلومات والاستخبارات وما إلى ذلك. فبالتالي مصر عندها رؤية متكاملة لمكافحة الإرهاب بما فيها حتى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. دايما الفقر أحيانا يفرز بعض الإرهابيين، وبالتالي لابد أن يكون هناك برامج لدعم الدول اللي بتعاني من الإرهاب. علشان كده دايما الرئيس بيدعو إلى نوع من الاستثمار الثلاثي عندما يتحدث مثلا عن دول فقيرة زي الدول الأفريقية. يقول احنا ممكن مصر وألمانيا يعملوا صندوق مشترك، من خلال هذا الصندوق المشترك يمكن الاستثمار في أفريقيا أو في أي دولة أخرى بتعاني سواء من الفقر أو من الإرهاب. دي نقطة مهمة جدا. تحدث الرئيس أيضا عن قضية الهجرة غير الشرعية، وده مهم جدا ويهم الأوروبيين ومهم جدا، وانا بحيي كل اللي بيكتبوا يعني خطابات الرئيس انه بيحطوا يعني ايديهم على نقاط مهمه. مهم جدا لما تعملي خطاب ان يكون له اذان يعني مصغيه واذان بتهتم. الاوروبيين اهم قضيه تهم اوروبا الان هي قضيه الهجره غير الشرعيه. هذه القضيه مش مجرد عدد وصل لاوروبا، النهارده اوروبا في تغيرات سياسيه خطيره، غالبيه الاحزاب الشعبويه أو الأحزاب اليمينية على أبواب السلطة. ده بالعكس، ده في بعض الأحزاب اليمينية وصلت للسلطة بالفعل زي إيطاليا، عندنا حركة خمس نجوم البديل من أجل ألمانيا دخل البرلمان وهو في المرتبة الثالثة. ماريلو بين وصلت للفاينل في الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
كل هذا المشهد الأوروبي مشهد يميني، مشهد شعبوي نتيجة لهذه الهجرة غير المنظمة أو الهجرة غير الشرعية. مصر لها تجربة فريدة في هذا الأمر منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن أكثر من عامين لم تخرج حالة هجرة غير شرعية واحدة من الحدود المصرية. ليه؟ لأن مصر ما تقوله في العلن تفعله في السر. في بعض الدول في المنطقة مثل تركيا، وده مثل واضح جدا، حاولت تبتز دول الاتحاد الأوروبي في هذه القضية، مصر لم تفعل ذلك. مصر اتخذت التشريعات الكاملة لتجريم هذه القضية رقم واحد. رقم اثنين، مصر استوعبت كل المهاجرين اللي وصلوا إليها، اندمجوا في المجتمع المصري ويعيش وسط المصريين، ما عندناش خيام، ما عندناش مناطق معزولة. هذه نوع من التجربة المصرية في التعامل مع ظاهرة اللاجئين. مصر حتى ما طلبتش مساعدات من حد لدعم اللاجئين اللي بيوصلوا إليها. في نفس الوقت مصر دعت الدول الأوروبية لحل القضية من الجذور. هذه القضية، لماذا قضية الهجرة غير الشرعية؟ أولا لوجود يعني فقر في أفريقيا، لمعدلات التنمية في بعض الدول الأفريقية يعني كانت متدنية في الفترة الماضية، لظروف تتعلق بالطبيعة والكوارث. يعني لما كانت المؤتمر او الدوره 32 للاتحاد الافريقي، كان العنوان او الشعار عن المهجرين قسريا داخل الاتحاد الافريقي بسبب الجفاف والتصحر. عندنا 26 مليون مهجر داخل الاتحاد الافريقي بسبب هذه القضايا. دكتور ايمن، استاذن حضرتك نستكمل النقاط والرسائل اللي كانت في كلمه الرئيس، لكن بعد نستقبل كمان هاتفيا شاركنا في الحديث دكتور اشرف سنجر، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بور سعيد وأيضا عضو المركز المصري للشؤون الخارجية. دكتور أشرف، أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، صباح الخير. نتحدث الآن عن الرسائل التي كانت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في مؤتمر ميونخ للأمن 2019، في رأي حضرتك أهم هذه الرسائل في نقاط محددة؟ وطبعا مشاركة الرئيس طبعا لأول رئيس بعيدا عن القارة الأوروبية، ويأتي من قارة أفريقيا، يأتي من العالم العربي، رئيس عبد الفتاح السيسي يقدم رؤيته لمؤتمر ميونخ للأمن، مؤتمر بينعقد منذ 55 عاما. قدم الرئيس رؤية واضحة حول قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن، وبالتالي نجاح السياسة الخارجية المصرية في عدة محاور يهتم بها الأوروبيين وصناع السياسة الأمنيين في العالم. الهجرة غير مشروعة التي تهدد كيانات أوروبية، حالة الفقر الشديدة الموجودة في البلاد الأفريقية التي تدفع أيضا بهجرة متتالية إلى الشمال الأوروبي وإلى شمال وإلى أفريقيا وإلى أوروبا. دي طبعا قضايا مهمة جدا نوقشت. القضية الثالثة اللي هي النزاعات المسلحة الموجودة في المنطقة العربية وما زالت طبعا ليبيا وسوريا. الأوروبيين طبعا مهتمين برؤية الرئيس السيسي في هذه القضايا، وبالتأكيد طبعا القضية الأهم والشاغل الأهم للعالم قضية الإرهاب، وأن السياسة المصرية نجحت في تقديم حلول جذرية قوية للسيطرة على الإرهاب الداخلي وتقديم معونات فنية مهمة جدا واستخباراتية عالية جدا لتطويق الإرهابيين، ليس في المستوى المحلي فقط ولكن على مستوى الإقليم ومستوى العالم. هذه نجاحات قدمتها مصر، واستطاع الأوروبيين أن يستلهموا كثيرا من رؤية الرئيس السيسي في هذا المجال. نعم، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أشرف سنجر، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بور سعيد. برجع لحضرتك تانية دكتور، مرة تانية دكتور أيمن، حضرتك كلمت عن ثلاث محاور مهمين في كلمة الرئيس، يمكن الدكتور أشرف أشار ليهم أيضا. حضرتك كلمت عن قضية الفلسطينية والإرهاب والهجرة. صحيح، باقي النقاط فضل. لو تسمحي لي أضيف نقطة فيما يتعلق بالإرهاب. الإرهاب. أولا هناك يعني حالة أو خطاب يعني أمريكا تحديدا بيدعو للاسترخاء فيما يتعلق بداعش. أنا في اعتقادي هذا خطأ كبير جدا. يعني أنا في تصوري داعش لم ينتهي بعد. الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تسوق لأن داعش انتهت في سوريا والعراق. الذي انتهى سيطرة داعش على الأرض، محاولة داعش بناء دولة عابرة للحدود العراقية السورية، هذا الذي انتهى فقط. لكن هل انتهى داعش كتنظيم؟ لا، بالتأكيد لا. هل انتهى داعش كفكرة؟ لا.
كل المؤشرات الدولية في كافة القارات بتؤكد أن داعش ما زالت موجودة، وبالتالي الدعوة إلى حالة الاسترخاء فيما يتعلق بمحاربة الإرهابيين لصالح أجندة أمريكية أخرى، لأن الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية لديهم أجندة أخرى الآن لمحاربة روسيا والصين، حتى الانسحاب من اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى الهدف منها ضم الصين لهذا الاتفاقية في أي اتفاق جديد خلال الست شهور القادمة. وبالتالي إعلان أو نشر أو الترويج أو الدعاية لفكرة الاسترخاء بأن داعش انتهى، أنا في اعتقادي هذا تضليل كبير. أولا لأن المفوض الأوروبي لشؤون الإرهاب قال في أوروبا ما يقرب من 45 ألف داعشي، هذا تقرير الاتحاد الأوروبي في 2018. في آسيا قالوا أن داعش بتنتشر بشكل كبير جدا في جنوب شرق آسيا، تحديدا في إندونيسيا وفي ماليزيا، وحاولت تبني خلافة في جنوب الفلبين في منطقة مراوي. عندنا في أفريقيا بوكو حرام وحركة الشباب المجاهدين في الصومال والحركات المتطرفة شديدة التطرف في منطقة الساحل والصحراء. هل بعد كل ذلك يخرج الرئيس ترامب ويقول أن داعش انتهى؟ هو يريد أن يسجل نقاط بأن داعش انتهت في المشرق العربي وبالتالي يسحب قواته من سوريا، وبالتالي الدعوة للاسترخاء أنا في اعتقادي هذا تضليل كبير. فيما يتعلق برسائل الرئيس طبعا هنكملها، بس أستاذن حضرتك نتابع هذا العرض أو هذا التقرير ونعود مرة أخرى لاستكمال حديثنا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، والتي رحبت بزيارة السيد الرئيس لألمانيا مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر في مختلف المجالات وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. السيد الرئيس أعرب عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التفاعل خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن، ومؤكدا على أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخرا على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الألمانية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته بميونخ السيد ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل حكومة بافاريا خلال مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن، ومشيرا إلى تميز العلاقات المصرية الألمانية التي تعد أحد أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية سياسيا واقتصاديا وتنمويا، وتتميز بتعدد وتنوع مسارات التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن وجود إرادة سياسية من الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. من جانبه أعرب رئيس وزراء بافاريا عن سعادته بلقاء السيد الرئيس مؤكدا ترحيبه بزيارة سيادته لولاية بافاريا وبمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن. كما أكد رئيس وزراء بافاريا بما يجمع الشعبين المصري والألماني من علاقات صداقة تاريخية وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور خلال السنوات الأخيرة. استعرض السيد الرئيس خلال اللقاء النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها خاصة محور تنمية قناة السويس وما يتيحه ذلك من فرص استثمارية أمام شركات ولاية بافاريا لتدشين مشروعات لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى أسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وسوق اقتصادية مشتركة. نرحب بضيفنا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن، عايزين نستكمل رسائل كلمة الرئيس سريعا علشان عايزين كمان نناقش القمة ما بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية. يمكن أهم الرسائل الأخرى في يعني خطاب الرئيس دون الإطالة، يعني
القضية الليبية، الرئيس تحدث عن ليبيا بشكل كبير جدا، وتحدث عن الثوابت أو المحددات للسياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بالليبي. أولا مصر ضد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، أن مصر مع الحل السياسي في ليبيا، لأنه ما فيش أي حلول أخرى يمكن أن توصل الليبيين لقيام دولة مستقرة ومزدهرة في المستقبل بدون الحل السياسي. أكد الرئيس أيضا دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، وتحدث عن ما نجحت فيه مصر في الفترة الأخيرة من جهد لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لأن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ربما يكون الشيء الوحيد المتفق عليه بين كل الليبيين، ومصر قطعت شوط كبير جدا، وربما يعني وصلت إلى يعني قرب المحطة النهائية والإعلان عن توحيد هذه المؤسسة. طبعا بيترافق مع هذا الأمر جهد الجيش الوطني الليبي اللي بيقوم به حاليا في منطقة الجنوب، وأنا في اعتقادي هذه عملية يعني مهمة للغاية، لأن الجنوب في ليبيا هو معبر للهجرة غير الشرعية، هو معبر لتجار المخدرات، هو معقل لكل الجماعات الإرهابية والمتطرفة سواء اللي بتعمل في ليبيا أو حتى اللي بتحاول تهدد الأمن في لدول جوار ليبيا. الرئيس تحدث عن رؤية مصر ومحددات مصر والسياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بليبيا، وأعتقد أن كان هناك تفاهم كبير لهذا الأمر. لكن معروف أن الوضع في ليبيا بتعوق معوقات أخرى، في دول ما زالت ترسل سلاح للإرهابيين مثل قطر وتركيا، والبحرية اليونانية ضبطت سفن تحمل أسلحة تركيا تذهب إلى الجماعات المتطرفة هناك. هناك خلاف بين إيطاليا وفرنسا أيضا، ده يعقل الوصول للحل السياسي. لكن أنا في تصوري عام 2019 ينبغي أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وفق الخطة اللي طرحها المبعوث الدولي غسان سلام. نعم. طيب فيما يخص الاتحاد الافريقي والنقطة المحددة برئاسة مصر للاتحاد الافريقي، كان لها ايضا حضور في كلمة الرئيس. سريعا دكتور ايمن، اهميتها وكيف قرأتها، وبعد كده ننتقل الى لقاء المستشارة انجلا ميركل. طبعا يعني الرئيس يعني حتى حضوره في جلسة الامس كان باعتباره ايضا رئيس الاتحاد الافريقي. مصر سوف ترأس الاتحاد الافريقي خلال عام 2019، ومصر يعني قبل ان ترأس هذه الاتحاد الافريقي قدمت مجموعة من المبادرات. اولا فكرة الاندماج القاري، لابد ان تكون تدفق التجارة في افريقيا مهم جدا، لان تحقيق معدلات نمو عالية في افريقيا هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على الفقر في افريقيا وحل كل المشاكل، لان غالبية المشاكل في افريقيا، تحدثنا عن الهجرة الداخلية في افريقيا والهجرة القصرية، نتيجة للجفاف والتصحر، وبالتالي ما فيش غذاء، ما فيش فرص عمل. لو عملنا انتاج، لو في نمو عالي، هيكون هناك فرص للشباب وفرص عمل، وده مهم جدا للافارقة. مصر طرح رؤية ازاي ده يتم، طرح هذا الكلام من قبل كمبادئ كأفكار، لكن مصر وضع خطوات وحلول لهذا الأمر. مثلا احنا عندنا تكتلات في أفريقيا زي الكوميسا، زي السادك، زي تجمعات شرق أفريقيا. مصر بتحاول تعمل نوع من توحيد هذه التكتلات التجارية بحيث يكون في فعلا تخفيضات جمركية يساهم في تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأفريقية، ده رقم واحد. مصر بتدفع بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، حتى الآن 52 دولة وافقوا، يتبقى دولتين أو ثلاثة فقط هيوافقوا أو يصدقوا على هذه الاتفاقية في الفترة القادمة، وبالتالي تدخل العمل باعتبارها هتكون من أكبر اتفاقيات التجارة الحرة على مستوى القارة الأفريقية. مصر مقترحة مشروعات محددة، يعني مثلا لما نقول ربط القاهرة بكبتاون، لأول مرة هيكون في طريق بري يربط شمال القاهرة شمال القارة بجنوب القارة، ومعروف ان الطرق هي شرايين حياة، لما تعملي طريق هتعمل حواليها مدن، هيبقى فيه حياة، هيبقى يكون فيه انتاج. مصر طرح فكرة ان افريقيا ما تصدرش المواد الاولية او ما تصدرش جزء من المواد الاولية، ويتم تصنيع هذه المواد داخل القارة الافريقية، عشان العائد من التصنيع بيكون اكبر بكتير جدا من انك تبيع الحاجة بالشكل الاولي. مصر بتقول بنهاية 2019 وبداية 2020 هيكون وصلنا لفكرة اسكات البنادق في افريقيا، لان في صراعات كبيرة جدا في افريقيا، ومصر ما تقولش ده كلام، حتى خطة. اولا بناء القدرات في افريقيا، تمهيد الاجواء للسلام، التدخلات الاستباقية لما يكون في نزاع او توتر بين طرفين دولتين او حتى بين اطراف داخلية، ان تكون الدبلوماسية الوقائية سابقة
لأي عمل آخر حتى ننزع فتيل الصراع قبل أن يبدأ. مصر أيضا هتستضيف مؤتمر إعادة الإعمار، إن حتى الدول اللي دخلت في نزاعات وفي خلافات وحصلت نتيجة لهذا الأمر تدمير للبنية التحتية، مركز إعادة الإعمار في مصر هيكون بإعادة البناء. وبالتالي مصر عندها تصور متكامل وعملي ووفق آليات ووفق طرق لكيفية بناء قارة أفريقية تستطيع أن تنافس ويكون لها حصة معتبرة في مجال التجارة الدولية. طيب، اللقاءات الهامشية على جانب مؤتمر ميونخ للأمن، لقاء المستشارة الألمانية ولقاء أيضا رؤساء كبريات الشركات الألمانية. يعني أولا لقاء المستشارة ميركل، أنا في اعتقادي أولا حدث نوع من الاستدارة الألمانية والاستدارة الأوروبية تجاه الدولة المصرية منذ 30 يونيو، لأن بعد 30 يونيو مباشرة تحديدا نصف الثاني من 2013 والربع الأول من 2014 كانت خطب وبيانات الاتحاد الأوروبي وحتى الألمانية كانت لغة خشنة، لكن استطاع الرئيس السيسي أولا بصبره وبحكمته وبتفاعله مع كل الضيوف اللي بيجوا من أوروبا ومن ألمانيا أن يغير وجهة النظر الألمانية تجاه مصر. والآن الرئيس بالمناسبة زار ألمانيا في أكتوبر 2018 وإحنا النهاردة فبراير، يعني في خلال 5 شهور حدث زيارتين للرئيس في ألمانيا. وعندنا احنا كمان القمة العربية الأوروبية في 24 و25 فبراير الجاري، يعني لو جات المستشارة الألمانية ممكن يكون اللقاء الثالث. ده معناه ان فعلا العلاقات المصرية الألمانية وصلت لمستوى عالي جدا، اولا لإدراك الألمان ان لا يمكن ان يكون هناك استقرار في المنطقة بدون مصر، ان مصر لعبت دور كبير جدا في وقف الهجرة غير الشرعية، لان حتى المستشارة الألمانية انا في تصوري أكثر زعيم في العالم دفع ثمن للهجرة غير الشرعية. لما وصل ألمانيا أكثر من 1 مليون لاجئ في 2015 حدث تغير في البنية السياسية الألمانية ودخل حزب البديل من أجل ألمانيا، واضطرت المستشارة الألمانية أن تعلن أنها لن ترشح نفسها للولاية الخامسة سنة 2022، وبالتالي هي دفعت ثمن لهذا الأمر، وبالتالي هي أكثر حد يقدر ما قامت به مصر، ما استطاعت به مصر، ما قام به الرئيس السيسي تحديدا عشان يحافظ على استقرار دولة قوامها 100 مليون نسمة، ربع سكان العالم العربي. دكتور أيمن، للأسف وقت الفقرة انتهى، أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الفقرة من الآن، شكرا جزيلا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.